بسم الله الرحمن الرحيم. مطلق الصيري للمدير العام لميناء الربيع البري. أولا تم الانتقاب الدكتور عبيد المدقر رئيس مجلس الوزراء مع الأخ محافظ حضرموت لمناقشة العديد من القضايا التي تهم بناء الوديعة البرية على وجه الخصوص. وتم تنسيق عدة بنود التي منها المنفذ بحاجة لأسئلة التدخل ووضع المعالجات الأساسية، وتم التوجيهات إلى عدد الوزراء المختصين. نامل من هذه الزيارة أن تظهر القدر الوافي لمحافظة حضرموت بالمنفذ على الخصوص، حيث المنفذ بحاجة ماسة إلى التدخل في عدد من الأمور التي تهم المنفذ بشكل عام. فوضعنا هذه النقاط على انصافها مع الدكتور محمد عبيد المدغر، وتمت الوعود الجازمة على عمل حلول جذرية ومعالجة شتى الأمور التي واجهها بنا. نتفاول خير في هذه الزيارة. الزيارة تستخدم بعدد كبير من الوزراء المختصين والمعنيين في عدد من القضايا التي تهتم بالشان الداخلي الذي بحاجة لمعالجات عاجلة وسريعة ومهمة، وأوعدوا بحل كثير من القضايا. وكنا على لقاء البارح مع الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ووعدنا بحل هذه القضايا اللي كانت تواجه الميناء بشكل خاص، وتواجه مناطق الصحراء بشكل خاص والمحافظة عامة. ونحن متفائلون إن شاء الله لنا نشوف التنفيذ بصورة يعني عاجلة حسب الإمكانيات المتاحة للحكومة.